أهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا الحي على الهواء مباشرة، برنامج صباح الشروق. ودائما في صباحاتنا الندية بنحاول بقدر الإمكان أنه نجيب عند المواضيع المهمة اللي بتهم المشاهد في مجالات متعددة، لا سيما الجانب الاقتصادي. محتاجين فيه تثقيف أكثر، محتاجين نملك معلومات بشكل رئيس وبشكل ثابت للمشاهد. نبقى مع سوق الخرطوم للأوراق المالية، وفي هذه المساحة نتحدث عن تنظيم ورقابة الأوراق المالية بيعا وشراء. نرحب مباشرة بالدكتور علي خالد الفويل، المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية. صباحا، أهلا بك. صباح الخير. بسم الله، الصلاة والسلام على شرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي عليه وسلامه وإلى تابعيه إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم حمزة، وأنا شاكر لقناة الشروق إتاحة الفرصة للتحدث اليوم وإلغاء بعض الإضاءات لمؤسسة مالية مرموقة لها دورها الأساسي في الساحة الاقتصادية، سوق الخرطوم للأوراق المالية. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني شاهد في الأمر أنه سوق الخرطوم للأوراق المالية عنده تاريخ ضارب في الجذور، يعني في ستينات القرن الماضي 1962 لحد ما بدت أرضية ثابتة ويتمدد لحد ما يصل بشكله الحالي الآن. نتكلم عن هذا التطور، تطور سوق الخرطوم للأوراق المالية، عشان نعرفه للمشاهد المتابعين الآن. حقيقة فكرة سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1962. آنذاك في ذات الوقت تم تكوين لجنة من البنك المركزي، بنك السودان المركزي، ووزارة المالية لتحديد حجم الاقتصاد الوطني وقتها، ومن ثم النظر في أمر تأسيس وإنشاء سوق للأوراق المالية. لكن للأسف لم تر هذه الفكرة النور، وظلت حبيسة الأدراج حتى العام 1982 إتبان فترة الحكم المايوي. عام 1982 تم تشكيل لجنة وأجاز برلمان الشعب وقتها قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وللأسف للمرة الثانية ظل هذا القانون حبيس الأدراج حتى العام 1993، وقتها في التفكير في البرنامج الاقتصاد الثلاثي 90-93 فكروا الناس في إنشاء وتحريك وتنشيط فكرة سوق الخرطوم للأوراق المالية، فتم إصدار قانون 1994 للتداول الأولي في سوق الخرطوم للأوراق المالية بغرض الإصدار، وتم إنشاء وإصدار قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية مغرون مع قانون الصكوك، وبدأ التداول في عام 1995 في الصكوك. دكتور، يعني برغم التاريخ الكبير ده والمجهودات اللي انت بتقوموا بيها وانت ذكرتها، وللأسف دي تحتها خطوط حمر. يعني نتكلم برضو عن ثقافة المجتمع وثقافة رؤوس الأموال والشركات الناشئة أو المتقدمة في الدخول معاكم في سوق الخرطوم للأوراق المالية المحافظة على اقتصاد البلد ولتنمية مدخراتهم. طبعا قصة الوعي، وهو بيجينا الوعي عن مؤسسة أو عن سوق الخرطوم للأوراق المالية قايب عن معظم الشرائح الاقتصادية، فما بالك بالعامة. معظم الشرائح الاقتصادية والمهتمين والمختصين يجهلون تماما أهداف ودور سوق الخرطوم للأوراق المالية. وسوق الخرطوم للأوراق المالية له دور أساسي في التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي ورفض اقتصاد البلد، لكن الرسالة والأهداف والوظائف بتاعت سوق الخرطوم للأوراق المالية ما معروفة للناس، لغياب دور التثقيف ولغياب الدوائر التنسيقية. وأنا أشكر لقناتكم أنه البرنامج ده يمكن يكون واحدة من حلقات التوعية للجمهور ولرجال الأعمال ولكل الجهازات الصلة، بأنه يتنوروا عن سوق الخرطوم للأوراق المالية أهدافه ووظائفه وكيف يساعد في بناء الاقتصاد الوطني وفي بناء تلك الشركات وفي حماية المستثمرين وفي رفض الاقتصاد الوطني بالمدخرات. طيب نجي في المدخرات، أنتم بتعملوا على توفير بيئة جاذبة بالنسبة للمستثمرين أو المواطنين حتى لاستثمار مدخراتهم، بيتم ده كيف عندكم؟ طيب، واحدة من أهداف سوق الخرطوم للأوراق المالية وأغراضه وعي، زيادة الوعي الادخاري وتثقيف الناس بالاستثمار وفوائد الاستثمار. وانت تعلم اخي حمزه انه يعني جزء كبير من الكتله النقديه الان متداول خارج القطاع المصرفي، فهذه الكتله حبيسه الادراج والحفر والخزن والجرائد في الدواليب وكذا، فعبر سوق الخرطوم للاوراق الماليه
رسالتنا أنه بنرفع الوعي الادخاري والوعي الاستثماري، أنه تعالوا استثمروا شركات مساهمة عامة بصناديق استثمارية والسوق معني بحماية المستثمرين، يوفر بيئة جاذبة، بيئة كفؤة للتداول، فيها شفافية، فيها إفصاح. يعني نحن بنخلي المستثمر يتخذ قرار سليم، قرار راشد بتوفير المعلومات عن الشركات المدرجة في السوق، عن الفرص الاستثمارية، بتوفير المعلومات عنها، ميزانيات المراجعة، مجالس إدارتها، حوكمتها، انعقاد جمعيات العمومية. يعني عبر الحوكمة والشفافية بنخلي المستثمر يستثمر على هذه وعلى قرار استثماري راشد وفق معطيات اقتصادية متوفرة في مؤسسة استثمارية مالية معنية بالحوكمة وفق أسس وضوابط ولوائح وإحكام لأموال المستثمرين بتلك المؤسسات والشركات المدرجة للتداول. طيب دكتور، كلامك طيب لكن بيعمل معاني فضفاضة. لو تكلمنا عن الوعي الاستثماري حتى بالنسبة للمواطن أو بالنسبة لرؤوس الأموال أو رجال الأعمال، يعني أنا لما أجي أدخل مال ويكون بالشراكة عندي أسهم وادخارات عندكم في سوق الخرطوم الأوراق المالية، فبالتالي محتاج أشعر بالثقة كأولوية في ظل الظروف الحالية من نعيشها الآن، التعقيدات السياسية والاقتصادية. فشنو من ضمانات بالنسبة للمستثمر عشان أو بالنسبة للشخص اللي عنده رؤوس أموال عشان تشجعه يدخل معاكم في سوق الخرطوم الأوراق المالية؟ طيب ما أصلاً أنا شرح لك فكرة السوق. ما أصلاً السوق مكان وزمان وبايع مشتري. بالضبط. طيب البايع والمشتري عاوزين يستثمروا. عشان أبسط لك في بلغة بسيطة، أنا سوق الخرطوم الأوراق المالية سيانه في شركة معينة طارحة أسهم للتداول، في زول داير يبيع أسهم معينة في شركة مدرجة عندي في السوق. أنا بخلي الزول اللي داير يشتري ده عبر شركات الوساطة المالية اللي حنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، بخليه عاوز السهم ده عنده سعر معين، عنده سعر عادل في البورصة وفق الموقف المالي للشركة المعنية، الميزانية للشركة المعنية، أصول الشركة المعنية. يعني أنا بدي المستثمر قيمة عادلة للسهم، والشركة دي ربحيتها شكلها شنو، أصولها شكلها شنو، ملاكة منو، مجلس إدارتها منو. يعني أنا بديك معلومات اللي ما تكتب نشرة الإصدار بتطلع عليها، بتساهم بدراية بمعرفة أنه والله الشركة دي معروفة مدرجة في مؤسسة مالية، كل المعلومات عنها موجودة، أنت بتستثمر ومطمئن أنه والله في جهة معينة بتحمي المستثمر ده. بتحميه بشنو؟ بتحميه بأنه والله السهم ده قيمته ياها السوقية، ما في غش، القيمة دي وفق الموقف المالي المعين، أصول الشركة، قيمة الشركة، المديرين منه، الملاك منه، مجلس الإدارة منه. يعني أنت بتكون اتخذت قرارك على معلومات سرة موثوقة موثقة من جهة اعتبارية تحكمها أسس ولوائح وضوابط. طيب دكتور، بالنسبة للمستثمرين وصغار المستثمرين كيف أنتوا بتحافظوا على أسهمهم؟ طيب في فهم مغلوط، يعني كل الناس بيفتكروا أنه سوق الخرطوم للأوراق المالية هو سوق للأغنياء وسوق لرؤوس الأموال الكبيرة. العكس تماما، سوق الخرطوم للأوراق المالية سوق للأغنياء وصغار المستثمرين. صغار المستثمرين، لا أضرب لك مثل، مثلا أنا عندي 10,000 جنيه عاوز أصدر بها للسعودية، ممكن عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية بموجب صناديق الاستثمار المنشأة بغرض الصادر، أنا جاي أشتري صك أو صكين أو 3 صكوك، ويكون عند صكوك وصكي بالإضافة لصكك بيعملوا مبلغ بتاع الصندوق، والصندوق بيصدر وبيستورد. يعني لاحظ، ما شرط أقول لك والله أنت عندك 100 مليون ولا عندك مليار رأس مال كبير عشان تيجي تستثمر في سوق الخرطوم للأوراق المالية. سي أنكم دارين تنشئوا شركة مساهمة عامة وعاوزين تمويل، أنا صغار المستثمرين بيجي بيشتري سهم بجنيه، ذات ميزة أنه لقى بيئة شركة محافظة ويستثمر بمبلغه على غلته. عشان كده رسالتنا للمستثمرين، يا مستثمرين، سوق الخرطوم للأوراق المالية ليس حكرا على رؤوس الأموال الكبيرة أو الأغنياء، وإنما لكل الشرائح المجتمعية، الغني والمتوسط والفقير. وده بيدخلنا في سؤال، يعني في ظل الظروف اللي بيعيشها الآن بنقول إحنا دائما ننتج ونبني، نشيل التسويف في كل مرة، يعني في ناس عندهم مال لكن بيلجأوا لرأس المال الجبان عشان يحافظوا عليه مستقبلا وعلى حسب ظروف المشهد الاقتصادي في السودان. يعني طيب بخصوص الاستثمار ونهضة البلد المنشودة وتشجيع الناس على الاستثمار تنمية مدخراتهم،
بيتوفر شنو بالنسبة للمواطنين، بالنسبة للمستثمرين أو صغار المستثمرين يعني بخصوص الادخار؟ طيب، ما المشروعات الاستثمارية وشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في سوق الخرطوم للرواق المالية، ما الفكرة هي شنو؟ في جزء عنده مال وفي جزء عنده فكرة. الفكرة عاوزة تمويل. أنا بجمع المدخرات، بشجع الادخار، بوجه المدخرات دي في استثمار حقيقي، استثمار حقيقي في قطاعات منتجة حقيقية، صادر، وارد، منتجات زراعية، مشروعات صناعية، مشروعات تنموية، طرق، بنسميها infrastructure باللغة الإنجليزية. يعني لو جيت أمول عبر القطاع المصرفي، القطاع المصرفي طبيعة الودائع فيه ما بتتيح له يمول مشروعات طويلة الأجل، 5 سنوات 6 سنوات، لأنه تركيبة الودائع كلها ودائع جارية، زمنها محدود، حركتها محدودة، نشاطها محدود، ما بتديك عامل زمن طويل تستثمر. عكسي تماما لما هو مستثمر عبر سوق الخرطوم الأوراق المالية، شركة المساهمة العامة بيجيك رأس مال مجاني، تمويل طويل الأجل، ما بيجي زول بيقول لك والله دار سهمي ده بكرة وبعد بكرة، لا، عاوز يبيع، أنا بسهل للعميل أنه يسيل أصله المال ده لو احتاج، لكن بيسيله بيجي مشارك بدله، بيجي مساهم بدله، ما بصفي وبرفد شركة المساهمة العامة بقدرات إدارية، وبرفد شركة المساهمة العامة بميزات تانية، الضرائب، إعفاءات من الجمارك، بنشجع. طيب، بيكون المدخرات دي استثمرناها في مشروعات طويلة الأجل في الإنتاج الحقيقي. والآن أنا أضرب لك مثل، أنا الآن عندي صندوق استثماري صدقوا لنا ناس السلطة ب 200 مليون دولار للمطار وشغال، والآن قطع أشواط بعيدة. عندنا صناديق بتاعت صادر وارد، عندنا صناديق إنتاج حيواني، عندنا صناديق الطاقة الخضراء، يعني نحن سوق المشاريع العامة ممكن تخدم البلد وتخدم البلد وتخدم المستثمر وتخدم المستثمر في آن واحد. المستثمر يجني أرباحه، والمواطن العادي يجني الخدمات والإنتاجية، وزي ما معروف زيادة الإنتاجية تخفيض الأسعار. طيب دكتور، كلامك طيب جدا. أنت تكلمت في نقطة مهمة ممكن يتبادر في أذهان كل المشاهدين والمستثمرين والناس اللي بيتابعونا الآن وعايزين ينضموا لكم. إذا كان في فكرة وفي شخص ممول، فأنتوا بيجيبوا الممول عشان تنموا الفكرة وتزرعوا فيها كثير من التفاصيل. هل بالضرورة تشبكوا ولا فقط عليكم أنتوا التنظيم الداخل؟ طيب، نحن يعني شبكوا صاحب الفكرة بصاحب التمويل؟ نعم، نحن واحدة من أهدافنا تشجيع قيام الشركات المساهمة العامة، واحدة من أغراض سوق الخرطوم الأوراق المالية، واحدة من أهدافه الترويج لشركات المساهمة العامة. لكن هنالك أجسام ومؤسسات مختلفة معنا في المزال المسجل التجاري، سلطة تنظيم أسواق المال، ديل يعني معنا في كل عنده جزئيته في الحتة دي. يعني سلطة تنظيم أسواق المال برضو معنية بالترويج لقيام شركات المساهمة العامة، للتصديق لشركات المساهمة العامة، لكن دورنا نحل سوق الخرطوم الأوراق المالية. بيجي مرحلة التداول بعد قيام شركات المساهمة العامة، بعد الاكتتاب الأولي، السوق الأولي في سوق الخرطوم للأوراق المالية في سلطة تنظيم أسواق المال، بيجينا حصائل الاكتتاب في سوق الخرطوم للأوراق المالية. بعد ده بيبقى نحن دورنا، أنا بمثل بلاتفورم، منصة بتاع التريدينج تداول، ودي واحدة من هذا اللي هو تشجيع تسهيل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية. ما هو سوق الخرطوم للأوراق المالية شنو؟ السجل ما عندنا بتاع الأوراق المالية، سجل الأراضي عندنا المسجل الأراضي. طيب، أنا بساعد في التداول عبر شركات الوساطة المالية. سي أخ حمزة، أنت الليلة عندك سهم أو صك في صندوق استثماري عاوز تتخلص منه لأي ضرورة، عاوز تبيعه، بتجينا أنا في سوق الخرطوم الأوراق المالية في التداول. الآن التداول بيصبح إلكتروني، بتعرض، بيجي طالب عبر شركات الوساطة أمر للبيع وللشراء. أنا بسهل لك، أنت عاوز تتخلص من سهمك ولا من صكك، بساعدك في تسهيله عشان ما يجيك النقود بتاعك. وفي نفس اللحظة بكون فتحت فرصة لمستثمر آخر عنده وفرة في النقود على يستثمر في الصندوق ده، بعد الاطلاع على نشرة إصداره والتقارير عن سير الصندوق أو سير شركة المساهمة العامة، موقفها المالي، موقف ربحيتها، مجلس إدارتها، المراجع منه، وسائل الحوكمة عندهم كيف، يعني تجيب على دراية. وبالقيمة العادلة للسهم، بالقيمة العادلة للصك، يعني انه فتلت بيها كسوق خرطوم الاوراق الماليه، الدار يبيع يبيع، الدار يشتري يشتري، وفق قيمه عادله، وفق اسس ولوائح وضوابط تتمثل فيها حمايه المستثمر.
المستثمر عشان ما يتخذ قرار راشد. وبتلك العملية الإجرائية أنا بكون شجعت الاستثمار، بكون شجعت زي الرؤوس أنه ينشئوا شركات مساهمة عامة عشان يستفيدوا من الفرص المتاحة، ويبقى استثمار في قطاعات حقيقية عشان ما ترفض الاقتصاد. ومعروف في كل الدنيا أسواق المال هي مرآة بتعكس نشاط الاقتصاد في البلد، وتطور أسواق المال هي تطور الاقتصاد، ونموه هو نمو الاقتصاد. فإذا هي مراية أنا بعكس من خلالها النشاط الاقتصادي بتاع البلد، وبالتالي أستطيع عبر تلك المؤسسات وأسواق المال أن أجذب رؤوس أموال أجنبية للبلد. دكتور، يعني الحديث والله في الجانب ده بياخد زمن وما بتقتصر المساحات الضيقة دي بالتحديد، لكن في ظروف صعبة منعيش الآن، والبلد ده خيراته وفيرة وكثيرة وكبيرة، إذا كان جانب الذهب النسب اللي بيجينا نشوفها مئوية، لكن على أرض الواقع وعلى جانب الاقتصاد والمشهد الكلي ما بنشوف إنه حاجة حتى في طريق تنمية ونهضة البلد. إذا كان السودان أكثر دولة ينتج إلى أكثر من 80% بالنسبة للصمغ العربي والذهب وكذا، ده ما بنشوفه على أرض الواقع. أنا ما أعرف دي بين هلالين، المفروض إحنا ما اختصاصنا ننور على حسب اللي بيرد في المنصات يعني أو في التقارير الحقيقية. فبالنسبة لعلاقتكم أنتوا بالبورصات، بورصة المحاصيل أو الذهب، كيف التشبيك بيناتهم عندكم؟ طيب ده سؤال مهم جدا ومحوري، ونحن اقتصادنا تقريبا خلاصنا يتمثل في القطاع الزراعي بشقيه حيواني وزراعي. والآن أنا لما جيت لسوق الخرطوم للأوراق المالية في مطلع 2020 بعد ما جاءت الثورة، وأتمنى أن يتقبل الله شهداها في عالي الجنان، وللمفقودين العودة والسلامة لزويهم وأهلهم، ولجرحانا يعني طول السلامة والشفاء وطهورين بإذن الله. سوق الخرطوم للأوراق المالية كان يعمل بمفرده في قطاع الأسواق المالية. صحيح صدر قانون ينظم سلطة تنظيم أسواق المال، وهي الجهاز الرقابي على سوق الخرطوم للأوراق المالية أو على القطاع المالي ككل، لكن للأسف رغم أنه عين لها مدير بروف رفعت ربنا يطول بالخير، ونائب أخونا دكتور حامد ربنا يديهم الصحة والعافية، ما فعلت مجلس إدارة، ما قامت. فلما جينا في سوق الخرطوم للأوراق المالية 2020 فكرنا في قيام الجهاز الرقابي للقطاع المالي، لقطاع الأسواق المالية، ولا بد من أنه يحصل اكتيفيشن وتنشيط لسلطة تنظيم أسواق المال. وقد كان والآن كون لها مجلس إدارة وقامت، وعلى رأسها أخونا دكتور شوقي عزمي ربنا يعينه، وانتدبنا له بعض خيرة شبابنا موظفيننا عشان نعمل السيتب لسلطة تنظيم أسواق المال. سلطة تنظيم أسواق المال قامت اللي هي زي بمثابة البنك المركزي للبنوك التجارية وناس الضمان الاجتماعي للرغابة الضمان لشركات التأمين. فأصدرت مراسيم عبر رئيس الوزراء بقيام بورصة الذهب اللي هو سوق المعادن وسوق المحاصيل، والآن كونت لجان. وأبشرك الآن حوالي 70% من قصة بورصة الذهب انتهى العمل فيها، والآن عندهم مقر معي في سوق الخرطوم للأوراق المالية، ويمكن شغالين في اللوائح والمسائل الإجرائية. وقالبا حسب إفادة أخونا مدير المشروع وهو معنا موظف وتم انتدابه اليوم، إن شاء الله تبدأ النور يوم 1/1. ده بخصوص الذهب، والذهب انت عارفه يعني ثروة قومية وعايدة سريع، وأصبحت قضية رأي عام، يعني أصبحت قضية رأي عام تهريب، ودولة معينة فيها بورصات ذهب وما بتنتج جرام ذهب واحد. بورصة الذهب حتنظم القصة بتاعت التريدينج في الذهب مع المصفاة مع المعايير بعد انتهاء كل النواحي الإجرائية، حتى المعدنين، حتى المعدنين نعم، كل أصحاب المصلحة كلهم. فبيبقى بعد ده يعني بندلل مسألة التهريب، وبقى السعر العادل للمنتجين وللدولة والإشكالات الكثيرة دي. وافتكر قبل يومين كان عندهم مشاكل وإغلاق وإضراب وعمرة الذهب، فبقيام البورصة بتحل كل المشاكل دي، والآن قطعنا فيها 70%. برضو بورصة المحاصيل، وأنا عضو في اللجنتين الآن، برضو يمكن قطعنا حوالي 80%، وعيننا مدير المشروع، وبترى النور قريب لتنظيم تلك الثروات الهائلة لرفض الاقتصاد بمهول الإيرادات وبمهول التمويل اللي بيخلينا يعني ننتج وما نحتاج يعني حتى ما نحتاج لاستثمار أجنبي، رؤوس مال أجنبية.
باعتبار انه احنا مورد الذهب مع انه ناضب والزراعه والزراعه. حتى انا لا ازع لك سر لو قلت لك انا عندي في القطاعات اللي عندي في الشركات المدرجه القطاع الزراعي التداول فيه ضعيف جدا لضعف رؤوس اموال ولضعف التمويل مدخلات الانتاج والتفاصيل دي كلها. يعني عندنا اضعف قطاع فيه التداول القطاع الزراعي للاسف، والسودان بلد زراعي بلد رعوي. طيب بخصوص النقطه دي، بخصوص بورصه الذهب واسواق المحاصيل، بالتنظيم اللي انتم بتعملوه، انت عضو في الاثنين يعني في اللجنه، بعد يبدو العمل مباشره هل حنشهد استقرار في الاقتصاد يعني بعد يتم حصر البورصتين؟ يعني ممكن نشوف في ثبات في البلد؟ احنا مشكلتنا شنو يا اخ حمزه؟ وين نتنبأ؟ احنا مشكلتنا مواردنا ما مدارة بشكل رشيد. الاداره، انا عندي ذهب موجود، ويمكن اخونا وزير الماليه قبل يومين في تركيا بيقول معادن الدنيا دي كلها في العالم عندنا في السودان، محتاجه فقط تنظيم، محتاجه تنسيق بين اصحاب المصلحه، محتاجه تنسيق بين الجهات المختصه. طيب اصبحت في بورصه تقدر تتداول وفق السعر العالمي وفق الاجراءات المعروفه وفق الضوابط والاحكام. بكيف التهريب؟ صحيح؟ سوق اسود ما في. محاصيلنا المنتج بيحفز بيبيع بالسعر العادل، بيجي بخط محصوله، المعدن بخط ذهبه، بنبيعه له بالسعر العادل بالقيمه العادله، بنشجعه بيجيه عايد بيستثمر بيوسع استثماراته بيوسع مداركه، يعني بيبقى فيه انتاج حقيقي وبيبقى كله ذي مصلحه في السيركل في المعادله دي بيلقى حقه الطبيعي وبيشجع المساله دي، بتشجع النمو، بتشجع الناس يستخدموا الانتاج والانتاج. طيب دكتور سريعا خطتكم انتم شنو في التوقيت ده بالذات؟ يعني خطتكم، خطه سوق خرطوم الاوراق الماليه. طيب انا عندي اول ما جينا السوق عملنا استراتيجيه عشريه تبدا في العام 2022 تنتهي في العام 2032. الاستراتيجيه دي استراتيجيه متكامله، الهدف الاساسي بتاعها كيف نوفر بيئه تداول كفاءه موثوقه ذات موثوقيه فيها عداله فيها حمايه للمستثمر فيها تشجيع للمستثمر فيها الضبط للحركة بتاعة التداول في الأوراق المالية، لو كانت صكوك، لو كانت سندات بعد إجازة النظام المزدوج، لو كانت أسهم، نوفر بيئة بتاعة التداول ونتيح الفرصة للتداول من على البعد. يعني أنا شركات الوساطة المالية ما محتاجة الآن تجيني في السوق تداول عن البعد، للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية خلال الاستراتيجية دي العملاء يتداولوا عبر حسابات شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية، يعني تتداول أنت من طيارتك من مكتبك من الاستوديو بتاعك من قناة الشروق تتداول، والسيتلمنت بيحصل في نفس اليوم، السداد وتطلع أنت الأسهم باسمك أو الصكوك باسمك وصاحب السك وصاحب الاسم البايع تطلع القروش باسمه. جميل. دكتور علي خالد الفويل المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، نورتنا جدا في صباح الشروق وعلى كل الروشتات اللي قدمتها والخطة المستقبلية، نتمنى انه ترى النور. والسودان ده حق الجميع والاهتمام باقتصاده هو أولوية كبيرة المفروض تكون قدامنا. كتر خيرك. أكرمك الله أخ حمزة، وأنا شاكر لقناة الشروق لهذه السانحة، والإعلام شريك أصيل معانا. يعني أنا استغرب أخي حمزة أنه الصحف كلها مع انه كل الموضوعات مهمه صفحتين للرياضه وربع صفحه ما في للاقتصاد، ما في رياضه دون اقتصاد يعني. ان شاء الله تكون العمليه متكامله دي وتكون ثقافه للجميع.